فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول المالكية، وهذه كما قلت كانت مسارعة في الاستجابة لبعض الإخوة الأكارم من المغرب على الكلام على أولا أصول السلف، فقلت كما كان يفعل الإنسان بجواب الحكيم، وأيضا كما طبعا نحن نتخلق بأثار صفات الله. لما رد على أيوب قوته وصحته، رد عليه إيش؟ أهله ومثلهم معهم، هكذا يتعامل الله مع العباد، فيعطيه وزيادة نافلة، والآية صريحة في ذلك. فقلت إذن أصول السلف وأصول المالكية خدمة لإخواني، ونسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك. قلنا الأصل الثاني عند الإمام مالك السنة، وتكلمنا على السنة وأنواع السنة، وتكلمنا أيضا على مسألة الرواية بالمعنى. اليوم نأخذ الشروط المتعلقة بالسند ثم المتن، لأنه كما قلت سنتوقف في محطة مهمة جدا للمالكية، مسألة حديث الأحاد والتعامل مع حديث الأحاد والقرآن، وحديث الأحاد عندما يكون الظاهر التعارض يعني، وحديث الأحاد مع القياس، لأنه ورد عند المالكية أنهم يقدمون القياس على حديث الأحاد، وطبعا هذا الأمر ليس على عواهنه، فيه تفصيل، لكن حقيقة الأمر هو المالكية يعني لا يأخذون حديث الأحاد مع القرآن. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى ما عدد. لذلك هم يرون بحلية أكل الفهد والقرد والفيل، لما؟ لأنهم قالوا عدد الله المحرمات، فلم يأخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وأيضا مخالفة حديث الأحاد لعمل أهل المدينة، ودي جرت ابن أبي ذئب أنه يتكلم في الإمام مالك كلمة أشد مما يقال. طبعا هذا مما يطوى ولا يروى، لكن أنا بتكلم على طلبة العلم يعني. تعرفون أن مالك لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار على توجيه معين، وقال أهل المدينة لا يعملون به. طبعا عبد البر أيضا حتى في التمهيد قال: ما من أهل المدينة من عمل به، ولذلك ابن أبي ذئب من أهل المدينة أيضا. ابن أبي ذئب قال: يستتاب مالك على ذلك، كلمة لا 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 يمكن أن تقال في مثل الإمام مالك. لكن الإشكال، كل الإشكال أنه الهمة للحفاظ على السنة والغير على السنة بتقلب الأمور، بتجعل إنسان ممكن يحتد جدا لا تصدق أنه يتكلم عن إمام مثل إمام مالك بهذا الكلام. مسلم ماذا قال للبخاري؟ قال: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك إلا حاسد. مسلم نفسه في مسألة اللقية والمعاصرة اشتد جدا قوله، والذهبي نفسه احتار، هو القول ده لمالك؟ القول ده للبخاري؟ مسلم ممكن يقول ذلك على البخاري؟ لكن هو العلماء لما اعتذروا لمسلم قالوا: مسلم لا ينظر للبخاري، مسلم ينظر ليش؟ لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيحافظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يفعله هو المحافظة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا قلت المحطات هذه سنقف معها ونضرب عليها الأمثلة، أن فيها ضعف المذهب المالكي بسبب هذا التأصيل. هذا التأصيل أضعف المذهب المالكي في مسائل سنبينها بإذن الله تعالى. أيضا التوسع في مسائل سد الذرائع أضعف المالكية في مذهبهم، وسنبين ذلك بالأدلة، ونبين ذلك بالأمثلة التي تثبت أنه مذهب المالكية ليس مذهب قويا في هذه الأبواب. عامة شروط المتعلقة بالسند، طبعا تعلم أن ما احنا يتكتب هنا، ممكن كان في سبورة أتى بها. والسند في الاصطلاح هو سلسلة الرجال الموصل إلى المتن، وده مهم جدا أيضا، لأننا لابد أن نهتبلها فرصة لنبين لهؤلاء السفهاء الأغبياء الذين يعترضون على الأحاديث الصحاح التي كالشمس، كيف العلماء يعني قد باعوا الغالي والنفيس
وقتلوا أنفسهم من أجل الوصول إلى التحقيق بأن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أشوف هنا في المغني فرغوا صلاة العيدين، أنا هوها هذا فضل الله، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. فأقول نعم، الشروط المتعلقة بالسند أحسن، الشروط الحديث ده هيكون بكرة، الشروط المتعلقة بالسند. طبعا المتن هو مقابل ما يقابل السند، وهو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، والكلام سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وهذا سنبينه. طيب الخبر لو أيوة نعم اثنين ممتاز. شوف الحديث ما اتصل سنده بنقل العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى، خمس شروط. أنا سنقف في اتصال السند ونقف معه طويلا، حتى غدا ممكن نبدأ به، هيكون طويل جدا، لكن هنا بنتكلم على شروط الخبر. يعني في خلاص ممتاز، هو بس في الوسط هتقول الخبر باعتبار السند ينقسم إلى قسمين، متصل ومنقطع. لما لم أقل مقطوع؟ دكتور مدحت أنا عايزك تصحى تستيقظ، لما لم أقل مقطوع وقلت منقطع؟ ولكن لو قلنا بكلام عبد البر خالف المتقدمين والمتأخرين. لا، المتأخرون ها أنت ذهبت إلى ما لا نريد، ذهبت إلى ما نريد، ما لا نريد. طيب حقيقة الأمر نعم، المقطوع وصف للمتن والمنقطع وصف للسند، ده الفارق، وهذا الذي أردته. المقطوع وصف للمتن والمنقطع وصف ليش للسند. إيه؟ ما قشطة أراد تمنى ودخل في المضمار، لكن ما أتى بالعسل حتى يوكل سريعا. نعم، الخبر المتصل والخبر الموصول نعم هو ما اتصل إسناده إلى قائله، سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا أو كان مقطوعا. مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف إلى صحابي، مقطوع إلى التابعي، المقطوع إلى التابعي، هذا ما اتصل السند. نعم، الخبر المنقطع وهو غير المنفصل غير المتصل، وهذا هو بقى اللي احنا عايزينه، وهذا هو ما وقع في إسناده انقطاع، وده ينقسم إلى أربعة. بالنسبة للاتصال انت تعملوا بقى دايرة واحدة، بالنسبة للاتصال والانقطاع أربعة أقسام. هنتكلم عن المنقطع الآن، أقسام الخبر المتصل والمنقطع. الانقطاع في السند وهو السقط في السند، انقطاع في سلسلة الإسناد بسقوط راوي أو أكثر، متتالي أو غير متتالي، متتالي أو غير متتالي. هو ينقسم إلى أربعة، أربعة أسهم بقى بتعملهم، المعضل والمعلق والمنقطع والمرسل. أبو اسكندر بيقول لك دي فيوضات صينية. إذن أربعة في الانقطاع، معلق معضل منقطع مرسل. وشرط قبول القول لقائله أن يكون متصلا أو مسندا، أن يكون متصلا. فأي انقطاع يضر بالسند، أي انقطاع يضر بالسند. طب لما؟ لأنه في الانقطاع طبقة من طبقات السند لا نعلم عنها شيئا، واشتراط صحة السند من 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 تمام الضبط، ايش من العدل تمام الضبط، فكل ما من غاب عنا لا نعلم، فلذلك التوقف فيه
في هذا الباب، أي شيء ممكن يجبره، لكن نحن نقول على أنه الانقطاع يرد بالحديث. لما؟ لأن طبقة السند التي فقدت لا نعلم أنها قد توفرت فيها، توفر فيها الشرط أم لا، وهو أن يكون عدلا تمام الضبط، أن يكون عدلا أو خفيف الضبط، المهم أن يكون عدل وفيه ضبط. فعندما جهلنا الوصف توقفنا في الحكم، فالانقطاع ضعف في الإسناد. وطبعا هذا لا يقال به، هو طبعا العلماء يعللون بها، يعللون بالإرسال، يعللون بالانقطاع، لكن هذه العلة في حقيقة أمرها ليست علة، ليس هو العلم الشريف، علم الحديث الشريف اللي هو علم العلل، لأن علم العلل أن تكون العلة إيه؟ خفية، خفية فيها أوهام الثقات، أو فيها أن ما خفي عن الإنسان من يعني نسيان أهل التوثيق. الأربعة أقسام: المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل، وقلنا كل ذلك سقط في الإسناد على تنوع، والسقط في الإسناد يضر بالإسناد، السقط في الإسناد يضر بالإسناد. الخبر المعلق واسم مفعول من علق الشيء بالشيء، أي ناطه وربطه فكان معلقا، وسمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا، لأنه المعلق إذا قلت حديث إسناد هكذا، المعلق هو ما سقط من ابتداء، من ابتداء السند، يعني من أولية السند، فالمعلق هو ما سقط، ما كان السقط منه من أول السند، قد يكون إلى آخر السند ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أتي أقول لك البخاري قال ذلك في أبواب البخاري كثيرة، لما يترجم ترجمة يقول وقال رسول الله، قد يكون الحديث موصولا عنده أو موصولا عند غيره، لكن عندما أقول وقال رسول الله هذا جزم، كما سنبين تعليق بالجزم. طالما سقط من أول السند ممكن يسقط كل الإسناد إلى قائله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال رسول الله، أو يوقفه على الصحابي قال ابن عباس، والذي نفسي بيده ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوقفه على النبي أو على الصحابي أو على التابعي، كما يقول بأن الشعبي قال، بأن شعبي يعني قال، وده ابن حزم أصلا رواه، شعب يقول الروافض لو كانوا طيرا لكانوا رخما، ولو كانوا يعني من الدواب لكانوا حميرا، يعني الروافض هكذا شوف. فيقول قال الشعب، وطبعا قال دي بصيغة الجزم، سنبين معلقات البخاري، لكن هذا معلق، فالمعلق هو ما كان السقط فيه من أول السند. وقد يقول قال صاحب حديث المعازف هشام بن عمار، يقول قال هشام بن عمار، طبعا هو خطأ، أخطأوا في هذا الباب، لأنه ما قالوا ده تعليق وده مش تعليق. وكما قال صاحب التوضيح ابن الملقن، قال كل ما جاء في قال من البخاري في الصحيح هو بالمذاكرة، وده نقلوا منه الحافظ لكن لم يعزم، ودي صراحة ملامة على الحافظ، كثير ما ينقل من الملقن، والملقن شيخه لكن لا يعزم، يعني كثير من فتح الباري اللي في الحافظ يعني ينقل من ابن الملقن في التوضيح لكنه لا يعزم، يعزم ما أدري هل هي عشان واخد عليه عشان شيخه ولا إيش، لكن حقا البركة في العلم أن تنسبه إلى صاحبه. فقال ذلك يا دكتور مصفر دائما أجلس معه رحمة الله عليه، من عالم النبيل الله يسكنه في سحر الجنات يا رب، كان يقول لي البخاري إذا قال هو أصلا ليس هذا على 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 التعليق، بل هو على السماع، لكنه في المذاكرة ما لا يجلس جلسة التحديث، مش مجلس التحديث، فلذلك بيتساهل في الأداء، فيقول قال. وعلى كل طبعا هشام بن عمار هذا وصله الإسماعيلي، موصول يعني حديث موصول، ولا يقال في البخاري أنه مدلس، عاب الناس على ابن حزم أنه قال على البخاري أنه، وهذا نادى على نفسي بالنقصان، البخاري ده جبل الهيمالايا، جيب بقى صاروخ سكود، جيب القنابل اليدوية والغير يدوية، أي قنابل لا تؤثر فيه. فسقط ابن حزم لما اتهم البخاري بذلك، سقط، نادى على نفسي بالنقصان أن يقول في مثل البخاري كذا، مع ابن حزم ليس بالهين، الإمام الشوكاني قال عز زمان يأتي مثل ابن حزم وابن تيمية، ومع ذلك شوف سقوط، هذا سقوط. فالحاصل نقول التعليق أنه إذا قال عن شيخ قال بصيغة الأداء هذه ليس التعليق، بل هي في المذاكرة، لكن عامة إذا قال مالك، طبعا أنت تعلم أن بين الإمام البخاري وبين مالك طبقة، وممكن أيضا تصل إلى إيش؟ طبقتين، صحيح ولا لا؟ لأنه أصلا أحمد لم يصل لمالك،
وصل لمن؟ لابن عيينة. قال أعاذنا الله بابن عيينة. فبين الإمام البخاري وبين مالك هناك طبقة أو نقول طبقتان. فالطبقة اللي بينه وبين مالك هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي المصري. دي الطبقات وهذه أشهر الأسانيد أشهر الأسانيد. فهو إذا قال الإمام البخاري قال مالك يبين أسقط إيش؟ أسقط طبقة عبد الله بن مسلمة القعنبي. فيبقى إذن المعلق هو ما سقط من مبتدأ الإسناد سواء كل السند أو ممكن يكون طبقات ثلاث. يعني يقول قال نافع عن ابن عمر ماشي على عن ابن عمر مثلا أنه لما قيل له في اللحية أنه صبغ صبغ بالأصفر أعتقد وكان يلبس السبتين لما سئل لما تفعل ذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلما يقول قال نافع وأسقط إيش؟ أسقط طبقتين. هو الآن سأسقط طبقتين فسأسقط عبد الله بن مسلمة وأسقط مالك. فإذا المعلق هو ما كان السقط فيه من أول السنة سواء واحد رجل راوي أو سقط راويان أو ثلاثة أو كل سند إلى 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 أصل السند. فهذا المعلق أن يحذف جميع السند يقول قال رسول الله أو يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا التابعي. نعم مثال ذلك في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ قال غطي ركبتي غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل علقه البخاري علقه عن أبي موسى الأشعري قال وقال أبو موسى وعلقه عن أبي موسى الأشعري. والحديث المعلق حديث مردود لما كما قلنا أنه فيه سقط في الإسناد. والسقط في الإسناد نحن لا نقول بجزمية الضعف لكن نقول السقط في الإسناد إيش؟ السقط في الإسناد يضعف الإسناد. لما؟ لأننا لا ندري الطبقة التي فيها السقط هل توفر فيها الشرط أم لا؟ يعني هل هو عدل تمام الضبط أم لا؟ هذه ويستثنى من المعلقات ما كان من معلقات البخاري. ده استثناء من القاعدة العامة. القاعدة العامة كل سند معلق فهو ضعيف. لما؟ للطبقة التي سقط. لكن نحن نقول إلا معلقات البخاري. فمعلقات البخاري على أقسام. معلقات البخاري ما جاء منها بصيغة الجزم قال ابن عباس قال الشعبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذه صيغة جزم. كل معلقات البخاري إن جاءت بصيغة الجزم فقد ضمن لك البخاري على صحته. وأكثر معلقات لذلك موصولة في البخاري موصولة في البخاري أو وصلها الإسماعيلي وغير الإسماعيلي. فبدأ المعلقات بصيغة الجزم في البخاري فهي على الصحة. المعلقات التي ذكرها بصيغة التمريض هذه لا يقال صحيحة مطلقة ولا ضعيفة مطلقة. لابد من التحري. ففيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. هذا إذا قال قيل وروية. فإذا كان بصيغة التمريض في هذا الباب فهو فيه إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا. هذا الأول وأنا سأسألكم عن العلاقة. هذا الأول في السند وهو التعليق. المعلق الثاني المعضل. والمعضل من أعضله يعني أعياه لغة واصطلاحا هو ما سقط من إسناده راويان. فأكثر على التوالي. يعني الشرط هذا شرط مهم جدا يكون السقط راويان متتاليان لا يفصل بينهما شيء. هنا جامع وفارق. جامع ايش وفارق ايش؟ جامع المعلق وفارقه. طب كيف جامع وكيف فارق؟ ها احسن. طيب شوف المعضل من شروطه سقوط راويين. فهو جامع وفارق. جامع المعلق لو كان السقط من الابتداء سقط راويان متتاليان فلك أن تقول عنه إيش؟ معلق معضل. معلق معضل. ليش لو سقط عنه راويان يبقى نقول سلسلة الإسناد التي قال فيها البخاري سلسلة الذهب لأنها قريبة من الناس لذلك نحن نمثل بها أنه مالك عن نافع عن ابن عمر. الطبقة اللي عند البخاري اللي مالك عبد الله بن يوسف التنيسي أو عبد الله بن مسلمة القعنبي صحيح لما أشهر الأسانيد. فنقول يقول الإمام البخاري مثلا قال نافع
عن ابن عمر عن السلام نونها عن بيع الولاء وهبته. يبقى ده ايش؟ معلق معضل. ليش معلق معضل؟ الساقط من من, من السقوط هنا من من مبتدا السند، انه يبقى طبقه عبد الله بن مسلمه، وايضا هناك راوي متتالي، يعني لان المعضل لابد راويان ايش؟ متتاليان. يعني لو كان اربعه لكن يفصل بينهما في طبقات السند لا يمكن ان يقال هذا معضل. الاعضال امر فيه في في اعياء، ففيها توالي السقوط، فهنا يجامع ويفارق. يفارق انه يكون يقول مثلا غير البخاري، يقول حدثنا الترمذي حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بلغت مالك او ارسال مراسيل مالك، مالك يرسل كثيرا حتى في الموطأ. فهنا قد نقول ان هنا ايه؟ ها هذا معلق؟ ها لا ليس معلق. لما؟ ما فيش سقط من اول السند لكنه معضل. ليه معضل؟ في طبقتان. يقال مالك النبي، لا ده بينه وبين النبي طبقتان، وهو نافع وابن عمر. كده مفهوم؟ ممكن ترسم لهم الرسمات ديت من ناظر، لانه لا العلم انا الذي ادين الله بان العلم التصور. كل شيء لا تصوير لا 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 يتصوره الطالب لا يزود في ذهنه. نعم. اذا حديث الحديث المعضل هو الحديث الذي سقط منه راويان، كما روى الحاكم بسند الى القعنبي عن مالك انه بلغه ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. قال الامام الحاكم في علوم الحديث هذا معضل. معضل لما؟ لانه بين مالك وبين ابي هريره هناك ايش؟ هناك طبقتان. هناك طبقتان. نعم. لانه سقط راويان من السند، ولانه في خارج الموطأ عن مالك عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريره. يبقى الطبقتان محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريره. هذا بالنسبه للمعضل، والمعضل ضعيف. المعضل ضعيف لانه المعضل يشترط فيه انه السقط فيه يكون كم؟ راويان. راويان نعم. فالمعضل ضعيف باتفاق. النوع نعم. الثالث المنقطع، وانا اعيد ثاني السؤال واريد الاجابه، ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ المقطوع صفه لايش؟ للمتون، والمنقطع للسند. المنقطع هو اسم فاعل من انقطاع ضد الاتصال، اصطلاحا ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه، سواء كان الانقطاع من اول السند او من وسطي او من اخره، المهم ان يكون سقط في السند. فهنا المنقطع سايش؟ سيجامع ويفارق. سيجامع المعلق ان يكون سقط في اول السند، فنقول اذا لو سقط يبقى ده ايش؟ معضل. لو سقط رويان معضل، منقطع ايه؟ معلق. ونقول لانه المنقطع ايش اللي فيه؟ الانقطاع ضد الاتصال. واصطلاحا هو ما لم يتصل سنده على اي وجه، اي وجه. فكان الانقطاع هنا لابد ان هو يدخل في التعريف المعلق والمعضل والمرسل، كل ذلك عند المتقدمين. اي انقطاع يقول؟ اي نعم. اي انقطاع يقولون به على الارسال. نعم. لكن المتاخرون خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صوره المعلق او المعضل او المرسل، على أساس أن يكون هناك سقط، أي سقط في السند يكون منقطعا فيكون انقطاع. والمتأخرون لأنهم تعلمون أن أهم شيء عند المتأخرين هو إيش؟ ضبط الأمور والقوالب التعريفية. طبعا المتقدمون لا، شغل المتقدمون في أمر آخر، وهذا سيأتي إن شاء الله غدا في الكلام على الموازنة بين المتقدمين وبين المتأخرين في كلية النظر في مسألة حتى التصحيح والتضعيف. لأن لابد أن أبين أن مسألة قولهم حديث صحيح حديث ضعيف هذا ليس استنبة، يعني المسألة اجتهادية. قد نقول ما دامت المسألة اجتهادية فهذه المسألة لا تتوقف عند حد أو عند أحد. هذه مسألة من الأهمية بمكان، وهذه نبينها إن شاء الله في الغد عند بداية الدورة. أقول المتأخرون قالوا هو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعضل أو المعلق. فكأن الانقطاع هو حصول السقوط في
السند دون الصور الثلاثة. مثال ذلك ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق السبيع عن زيد عن حذيفة إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، وهذا أيضا فيه انقطاع لأنه الثوري لم يسمع مباشرة من أبي إسحاق، الثوري ليس له سماع من أبي إسحاق، وهذا عجيب لأنه يعني لم يسمع عنه هذا الحديث. ها هو سمع من شريك لكن هو أصلا لم يسمع من الآن هو وشعبة طبقة واحدة، فهم سمعوا منه لكن هذا الحديث لم يسمعه من أبي إسحاق، يعني أخذوا منه بإيش؟ بواسطة. وعمل فيه إيه؟ دلسه. وتعلمون بأنه يدلس. والجميل الذي تعرفه بقى أن الثوري تدليسه عن كل من هب ودب، يعني لا يرضو التدليس، لا يدلس عن السقاط فقط، لكن احتمل العلماء تدليس الثوري مع ذلك هو يدلس عن الثقة وعن الضعيف، واحتمل العلماء تدليس الثوري. لما؟ لأنه كان بحر الرواية، كان بحرا في الرواية، احتملوه لأنه كان بحرا في الرواية. ولذلك قالوا الفارق بينه وبين مالك، مالك كان ينتقي نعم الرجال لكنهم ليس له وفرة وكثرة حديث ثوري، زي قالوا ثوري أمير المؤمنين في الحديث، هو صعيقة في الحفظ. شعبة نفسه اعترف قال إن اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري، إن اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري. وماذا قال بعدها؟ قال الثوري أحفظ مني. فهنا الثوري لم يسمع من أبي إسحاق مباشرة ولكن سمعه من شريك، فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل. المرسل لابد يكون السقط فين؟ في آخر السند اللي هو عند الصحابي. ولا المعلق، لأن المعلق لابد يكون من مبتدا السند. ولا المعضل، لأن المعضل لابد من توالي سقوط الرواة. وهنا يكون السقط هنا منقطع، يكون منقطع. والعلماء كما قلت لكم يعني يدخلون المنقطع في الإرسال والمعضل، وأيضا يدخلون في إرسال. طيب القسم الرابع المرسل، كل ذلك عند مالك، المنقطع، المعضل، المعلق، كله إيش؟ ضعيف، كله مردود، كله مردود. سنبين بالأمثلة، لكن هنا المرسل واسمه مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براوي معروف، أطلق ولم يقيده بالراوي الذي رواه. وقيل في الاصطلاح هو ما رواه التابعي إلى النبي، بعضهم قيد ما رواه التابعي الكبير، بعضهم يقيد ذلك ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ طب ليش القيد هذا؟ ما رواه التابعي الكبير قشطة، عشان موسى يقول صحيح أبا عمر حتى يخرج المعضل، يعني في نظر آخر، ماشي صحيح. ها أحمد، هو لو كان الصغير همته يأخذ من صحابي آخر كبير، يعني في الغالب التابعي الصغير لم يلحق بكثير من الصحابة وممكن لا ينشط فينزل فيأخذ من إيش؟ من التابعي. فلذلك قالوا تابعي كبير، هو رواية التابعي الكبير، التابعي الكبير. يقولون دروس شيك الإدمان، دماغي ستنضغط. طب ماذا نفعل معك؟ وهذا إدمان جميل، قد نفتي لكم بأن هذا إدمان واجب مش مستحب، بس واجب. الجمعة إن شاء الله. هو مرواه التابعي بإطلاق، مرواه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول ما رواه غير الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماجد أنت أصول دين، عارف ليه التابعي؟ طب عارف الصحابي؟ الصحابي هو من رأى، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وليش لقيا؟ من رأى، جماهير قالوا ذلك، يعني ممتاز ممتاز. ايه الجمال ده؟ ماشي. من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وانت خلت ذلك رداء، من لقي رسول الله وامن به. لو سألت عن التابعي هيعطيك تعريفا. لا انا اريدك تسكت ولا تلقنه بالاشاره.
فهات التابعي. التابعي هو من صاحب الصحابي، تمام، وكان على الإسلام فقط. ممتاز، جزاك الله خير. خطأ مبين. أنت ما قلته عن الصحابي قوله عن التابعي. المسألة أنا مش ما ينفعش أقول لقي من رأى أو لقي الصحابي. ليه بقى؟ عشان ليه؟ الصحابي إذا مجرد رؤيته من صغر مغلقته به يسمى صحابيا وأخذ الفضل بذلك. وش الدلالة على هذه الشرطية؟ وش الدلالة على هذه الشرطية؟ يقصد ايش؟ لا طبعا مخطئ. تفضل. شوف دي حالة. عبد الرحمن تبعي. هو من لقي الصحابية ومات على الإسلام، هذا هو التعريف الصحيح في هذا الباب، يكون تابعيا عندما يلقى الصحابة، لا سيما إذا كان صغيرا في التابعين يلقى صغار الصحابة كإيش؟ العبادلة الأربعة، العبادلة الأربعة. فيقول التابعي قال رسول الله، عندنا أحاديث كثيرة في ذلك. سعيد بن مسيب، خلينا نضرب مثلا بسعيد لأن سعيد تعلمون أنه من أصح الناس مراسيل. فسعيد بن مسيب يقول بأن النبي نهى عن بيع اللحم بين بالحيوان، هذا مرسل، هذا مرسل. وايضا يعني اخرج مسلم في صحيح في كتاب البيوع قال حدثني محمد بن رافع حدثني حدين حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن هشام الزهري عن ابن سعيد هو سعيد بن مسيب قال ان رسول الله نهى عن المزابنه، المزابنه الدفع اللي هي بيع الثمر بالتمر، نهى عن المزابنه وهذا مرسل. طب خلي بقى ماجد المزابنة، ممتاز، ماشي، ممتاز، ممتاز. فسعيد بن مسيب تابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يروى عن النبي إلا بواسطة، وحسن فيه خلاف العلماء على السماع من من مانع حبر سعيد بن مسيب. أيوه أيوه من عمر، من عمر، والصحيح أنه هو رأاه على المنبر، وبعضهم قال ما رآه صغيرا وسمع، ومنهم من أثبت سماعه. أنا لا أدين الله بسماعي، هو ما سمع عمر بن الخطاب، لكن هناك من قال الرؤيا تثبت سماعه، وهذا ليس بصحيح. الحسن البصري رأى أبا هريرة ورأى عليا ولم يسمع منهم. فالرؤيا لا تستلزم السماع، الرؤيا لا تستلزم السماع، لكن هنا هذا هو المرسل. أما حجية المرسل عند المالكية، فالمالكية يرون أن المرسل حجة. وطبعا ده الوليد الباجي او غيره نقل الاجماع على حجية المرسل. فهذا نحن نقول الطرف الاول نقل الاجماع والاتفاق على حجية المرسل، الطرف الثاني نقل الاتفاق على عدم حجية المرسل. حقيقة الامن ان الجمهور على عدم حجية المرسل، مع انهم قالوا بيقول لك قرب شيخ قرب الكاميرا عشان يرون. يقولون في حجية المرسل بيقولون لما أسقط لك الطبقة ضمنها لك، لذلك هم بيقولوا طالما سعيد بن مسيب هذا ثقة ودين عندنا لم يقول لك ما تبحث، أنا بقول لك النبي قال. فهو عملوا إيش؟ غلبوا حسن الظن بالراوي الثقة بأنه ما دام أسقط فضمن، ما حالك إلا أنه ضمن لنا الإسناد، يبقى ضمن لنا الطبقة. هو ايش اللي يجعلنا نقول ان المرسل ضعيف؟ الظن بان الطبقه التي سقطت ليست طبقه الصحابي. لو احنا تاكدنا ان طبقه الصحابي انتهى الموضوع. ليش؟ لان الصحابه كل الصحابه عدول من فوق سبع سماوات، زكاهم الله من فوق سبع سماوات. فهم يقولون لوجود الظن، وجود الظن بان الطبقه التي سقطت هي طبقه تابعي ليست طبقه صحابي، فلذلك قالوا لا يمكن أن نقول حديث صحيح، نتوقف بقى حتى نرى توفر الشروط. إنما لو تأكدنا إنه الطبقة صحابي الحديث صحيح. أي نعم. فهم بيقولون بقى إذا كان التابعي الكبير الثقة قال رسول الله فقد ضمن لك الطبقة التي في الوسط. إحسان ظن بالراوي، كل ما فيها علميا إحسان ظن بالراوي فقط. فهنا المالكية يرون
بأن المرسل مقبول حجة، وهذا قاله الباجي، يعني ذكر ابن القصار والباجي والقرافي أن مالك يحتج بالمراسيل. طبعا أبو حنيفة أيضا يحتج بالمراسيل، عنده حجة. ومذهب مالك رحمه الله تعالى القبول. قال ابن القصار ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن الخبر المرسل يعني مقبول حجة إذا كان مرسله عدلا عارفا بما أرسل، كما يعني يقبل المسند. الباجي نقل ذلك، نقل إجماع العلماء على حجية المرسل، وهذا نقل فيه ما فيه من النظر. ده الشافعية أصلا لا يقبلون المرسل إلا بشروط، حتى الشافعية الذين قالوا بأن الشافعي يقبل مرسل ابن سيب أخطأوا، لأنه حتى الشافعي لا يقبل مرسل ابن سيب إلا بشروط وقيود. هو أحمد قال تتبعنا مرسل سعيد فوجدناه لا يحدث إلا عن الثقات، يعني قلنا له سمي من أسقط، ما سمى إلا الثقة. والشافعي قال ذلك، قال بحثنا عن طبقة التي يسقطها الإمام فوجدنا أنه لا يسمي إلا الثقات. بالضبط. لكن عموم المرسل لا، ولذلك الشافعي له ضوابط وشروط ثلاثة أو أربعة لقبول المرسل، ليس على الإطلاق. فالمرسل لا يقبل على الإطلاق عنده، لكن هو قال ابن القصار قال مذهب مالك قبول الخبر المرسل، طبعا بشروط أن يكون المرسل عدلا عارفا بما أرسل. وقد احتج الإمام مالك بالمراسيل في كثير من كتابه الموطأ، كحديث الأمين مع الشاهد وعمل به، وكذلك حديث الشفعة سيأتي بيان إسناد فيه، وهو أصلا حديث الشفعة أيضا فيه حديث الشفعة حديث أيضا مرسل، رواه مرسلا في الموطأ واحتج به مرسلا وعمل به. كذلك الخبر في ناقة البراء وأيضا جنايات المواشي بأسرها مراسيل، وقد احتج بها الإمام العلم الإمام مالك. قال الباجي لا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه إذا كان المرسل له غير متحرز يرسل عن الثقات أو عن غيرهم، كما يقول هذا يرسل على إيش؟ عمن هب ودب، كما قيل عبد العزيز بن عبد الملك، تعرفون عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج، يقولون مراسيله كالريح. الحسن البصري اختلف فيها العلماء، بعضهم قالوا مراسيله قوية، وبعضهم قال مراسيله كالريح. ودي دي رسالة دكتورة عندي في الحديث، مراسيل الحسن عن عائشة، كان دكتور أحمد عون عائشة كان يعني متضايق جدا، أنا رجحت أن مراسيله كالريح، لا أنا رجحت مرسيله كالريح، هو الذي كان يرجح أن مرسيله قوي، كان متضايق جدا، حتى دي أصلا أثرت على أمور، يعني طبعا أثرت على أمور أنني ابتدأت الحديث أبي رزين يضحك ربنا، قال لي اغلق لا تتكلم في هذا. عجيب الناس ما يستطيعون أن يتحملوا الحديث التي تتكلم عن الأفعال الاختيارية لله جل في علاه. فالغرض المقصود أنا كمرسيل ابن الحسن يقول مرسيله كالريح، وعبد العزيز بن جريج أيضا قال ذلك مرسيله كالريح، لأنه يرسل عن كل من هب ودب. لكن الباجي يقول لابد المرسل يكون متحرز، لا يروي لا يرسل إلا عن ثقات. ولذلك أحمد قال أو الشافعي قال سمى، قلنا للمسيب سمي لنا من ترسل عنهم فما وجدناه إلا سمى الثقات. قال ابن عبد البر أصل مذهب مالك رحمه الله تعالى الذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواه. وقال أيضا أما أصحابنا فكلهم يعني مذهبه في الأصل استعمال المرسل مع المسند، ولا يردون بالمسند المرسل، فعلى المتقدمون قد يعلون المسند بالمرسل ويعلون المرفوع بالمقوف، وإن كان التحقيق مدار الأمر على القرائن، مدار الحاضر على رسلي، ده أنا متضايق من طريقة الشرح لأن أنا ساير بهدوء، والله ساير بهدوء فتعبان من داخلي تعبان، لكن أنا أعرف المسألة عشان كده بهدي الكلام. قال ابن العربي المرسل كالمسند عند مالك، المرسل كالمسند عند مالك، وهذا شوف جل علماء المالكية يقولون بذلك. قال القرافي المراسيل عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة خلافة للشافعي، فخلاف الشافعي أحمد أيضا المرسل حجة، خلي بالك
في رواية عند أحمد أنه يرى المرسل حجة أيضا، ولأنه إنما أرسل حين جزم بالعدالة فيكون حجة. قال الشريف التلمساني: المراسيل مقبولة عندنا، فإن لم يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون أحاديث ويحتجون بها للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. إذن نستخلص من ذلك من كلام الباجي وكلام القرافي وكلام أيضا التلمساني بأن المرسل حجة على قاعدة كلية، المرسل حجة عند المالكية لكن بشروط. من هذه الشروط لابد أن يكون المرسل يحترز أن يكون المرسل ثقة في نفسه ولا يروي إلا عن ثقة، أن يكون عدلا ثقة، وأن يكون المرسل متحرزا لا يروي إلا عن الثقات. وهكذا بيّن علماء المالكية الشروط التي إذا توفرت كان المرسل حجة عندهم كالمسند. قال ابن القصار: والحجة لهذا على المالك يعني على الاحتجاج بالمرسل إذا كان عدلا متيقظا فقد أسقط عنا بعدالته وتقيده تعديل وتيقظه تعديل من لم يذكره لنا ممن روى عنه وناب منابنا وكفانا التماس عدالة من نقل عنه، فوجب لما وجب تقليده في عدالته أن يقلده في أنه لا يروي عن غير عدل ثقة. المسألة برمتها هنا ما عندهم دليل إلا حسن الظن بالراوي أنه ثقة وعدل، يبقى يكفينا من أسقطه، يبقى هو لأنه لن يغشنا. طبعا نقول له طب قد يتغافل، قد يحسبه ثقة هو عند غيره ليس، كل هذه احتمالات واردة أنه هو عنده يحسبه ثقة وهو وليس بثقة. ها؟ نعم، هو الشافعي يقول حدثنا الثقة، طبعا ألزموه أصوليا ألزموه لمن يتبعونه، ولكن هو كان ضعيف ومعروم. مسلم بن خالد أو محمد بن أبي يحيى ومسلم بن خالد رضي الله عنه، لكن هو كان يقول كما قال بياقي إذا قال حدثنا الثقة فهو عن محمد بن أبي يحيى. ولذلك نقول إنه قد يهم الثقة في توثيق من يأخذ به، قد يهم الثقة في توثيق من يأخذ منه. فلذلك أنا أقول كل مبنى ما عندنا المبنى الذي نبني عليه حجية المرسل هو حسن الظن به بالراوي، حسن الظن بالراوي. حتى مالك قالوا عنه مالك ينتقي ولا يروي مالك إلا عن الثقات وقد روى عن ضعفاء، وفي الموطأ روى عن ضعفاء. فالمسألة يعني ليست قاعدة كلية، المسألة ليست قاعدة كلية. قال: ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلون ويخبر بعضهم بعضا فيذكرون من أخبارهم تارة ويستغنون عن ذكره تارة. هذا لعمري في القياس الشنيع، هذا لا يمكن أن يكون دلالة. كيف لا يكون دلالة يا أستاذ محمد حتى تستيقظ؟ أنت ذهبت بعيدا، وإن أردت أن نؤول لك الرؤية فقل نؤولها لك. أنت ذهبت بعيدا 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 أستاذ ماجد، وليس في النزاع. قالوا: لم يزل أصحاب رسول الله يرسلون ويخبر بعضهم بعضا فيذكرون من أخبارهم من أخبارهم تارة ويستغنون عن ذكره تارة، وكذلك تابعون بعدهم وتابعوهم، فدل على صحة ما قلناه وأنه إجماع الفقهاء والمحدثون. طبعا الفقهاء ما لهم باب الحديث، ليش يقحمون الأصوليين والفقهاء في هذا؟ لابد أن يصدر الباب بإيش؟ بأهل التخصص عن المحدثين. خلاص أنت استيقظت، إذن نقول أخبر أو لم يخبر طبقة الصحابة لا يستدل به، طبقة الصحابة في هذا الباب لا يستدل به، لأنه طالما يحدث عن الصحابي نعم ليس محل البحث. ولذلك قلنا ليس في النزاع لما قال به، قد إرداف لما قال بأنه قال واتبعون أيضا. ويقولون المالكية: القول بأن العمل بمرسل وقبوله إجماع من الفقهاء. وهذا كلام أيضا عجيب جدا، شفع ده في إيش؟ يعني ده سيد الفقهاء صحيح كده لا يقول به لا يأخذ به، خلينا في الشفع، الشفع لا يقول به، كيف تقولون إجماع الفقهاء؟ فحقيقة الأمر الكلام فيه نظر. قال الوليد الباجي في بيان حجية المرسل: والدليل على ما نقوله إجماع الصدر الأول على ذلك ومن بعدهم من التابعين،
وقال محمد بن جرير الطبري إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد 200. أحب جدا هذا الكلام. الإمام ابن جرير قال إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد 200. منه من قال منه من اتهم الشافعي أنه أتى بشيء ما أحد أتى به، وهذا كلام طبعا ضعيف في هذا الباب. لكن أنا أسعد بكلام الطبري. ليش أسعد؟ هو استغراء الطبري، لكن في شيء سعادة تامة لنا فيه. قيم الحجر هو حارب أحمد ليصل. حقيقة الأمر السعادة، كل السعادة أنه جعل مقياسا على 200. هقول مقياس 300، جعل مقياسا وقال أن كل ما أحدث ما أحدث بعده يكون بدعة، وده نحن أحوج الناس إلى ذلك، إلى أن نقول كل ما جاء بعد 103 بدعة. فكل أعياد الميلاد وأعياد القوى عيد المولد وكل ذلك ما جاء إلا بعد 104، كل أقوال الأشاعرة ما جاءت إلا بعد 104، كل أقوال الأشاعرة ما جاءت إلا بعد 104. فذلك هنا الطبري يبين أن فارق الميزان هنا. قال الإمام الطبري إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد 200. فنقول إذن المسألة على 103، فكل ما جاء بعدها يكون إيش؟ أحداث بدعة. نعم. للطبري لا طبعا لا يرسل في المرسل، لا يرسل لا لا, لا يسلم له، لكن في التقعيد الكل يسلم. لكن في المرسل لا يسلم له. انت شوف اصلا لما قال الصحابي، لما قالوا ارايت الناس يدعون في الفجر يعني يقنطون، قال اوف بدعه يا بني، بدعه محدث. عشان ايش؟ عشان فقط الشرب الاول. الشرب الاول انه يرى ان السلام لم يقنط الا على اقوام او قالت اقوام. وقال وبعدين اللي فعله مين؟ ده من التابعين من يفعل ذلك. وقال اوف بدعه محدث. فلذلك القاعده الكليه للطبري قاعده متفق عليه. قال الشنقيطي المرسل حجه في ملك السعود، اكيد المرسل حجه عند مالك، لان العدل لا يسقط الواسطه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو عدل عنده، والا كان ذلك تلبيسا قادحا. شوفوا مساله مدارها على حسن الظن، حسن الظن بالراوي. وانا اقول لك دعك من ذلك، هو الان لا يروي الا عن ثقه، والا سيكون قادحا فيه ان هو ايش؟ عم على الناس. ويعني دلس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا تسقط روايته. نقول له لا، نحن معك، هو ثقه ثبت، هو عدل تمام الديانه، لكن قد ايش يا ماجد؟ خلاص سمعها، قد يهم ولا ما يهم؟ قد يهم، صحيح ولا لا؟ فنقول اذا التعويل عليه تعويل ليس بسديد، ليس بسديد، وليس يعني يعطي كفة أو يرجح كفة المرسل. لو وضعنا قاعدة حسن الظن بالرؤية مولانا سيسقط المسألة، هنقول تبقى مبهوءة، لأنه يعني كثير من الأحاديث أصلا ستدخل أحاديث غير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. منزلة مراسيل الموطأ يكاد يجمع المحدثون أن مراسيل الموطأ الإمام مالك مقبولة. طبعا هي وهي في منزلة المسند. وهذا القول قاله فحول المحدثين لتعلموا طبعا، لأنه الإمام مالك ليس بالهين. الإمام مالك قدموه على كثير من عصره حتى في الزهري، ليس لقوة الحفظ، لأن مالك مع قوة حفظه واحترامه وتعظيمه للسنة يشاركه غيره في ذلك. ابن عيينة يشاركه، ابن عيينة يشاركه، ابن أبي ذئب قدموه عليه، يعني قدموا ابن أبي ذئب على مالك في الزهري. أيضا ليث بن سعد، ابن أبي ذئب ليث بن سعد معمر، وإن كان معمر خافي طويل عن العلماء في الزهري، لكن هو أيضا من الثقات، من أوثق الناس، طبقات الثقات في الزهري. لكن مالك لأنه كان ينتقي، لذلك العلماء كانوا يعضون بنوارز على أحاديث مالك. كان أصحابنا يقولون مرسلات مالك إسناد، أي قوتها قوة الإيه؟ المسانيد. نعم. وأهم سائل القطان قال مرسلات مالك صحاح. قال ابن عبد البر من اقتصر أحاديث مالك رحمه الله فقد قفي تعب التفتيش والبحث، ووضع يده من ذلك على عروة وثقة لا تنقسم أو لا تنفصل، آسف، عروة على عروة وثقة لا تنفصل، لأن مالك قد انتقد وانتقى وخلص، يعني هو شفاها كما يقولون، ولأنه لا يروي إلا عن ثقة حجة، لكن أيضا قد روى عن بعض الضعف وفي الموطأ.
قال السيوطي: ما في أي موطأ من المرسلات فإنها مع كونها حجة عنده فهي أيضا حجة عندنا، لأن مرسل المرسل عندنا حجة تعتضد، وده كلام الشافعية إنه لابد يكون فيه يعضد بمرسل بمرسل آخر أو بمسند أو بفتوى أو بفعل صاحب أو صاحب أو بفتوى العلماء. قال أبو داود: مراسيل مالك أصح من مراسيل سعيد المسيب، وهذا عجب لأنه اتفقوا على مراسيل المسيب، لا من المسيب قوية أي نعم، ومن مراسيل حسن بن أبي الحسن، وهذا نعم لأن مراسيل حسن الصحيح فيها أنها كالريح أنها كالريح، ومالك أصح الناس إرسالا. مثال ما تمسك به مالك في المراسيل: خبر اليمين مع الشاهد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الآن قضى باليمين مع الشاهد، أخرجه مالك مرسلا في كتاب الأقضية، وأيضا خبر سعيد بن المسيب وأنا روى عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. مالك رواه مرسلا أيضا، أرسل هنا بمعنى إيش؟ ما هو معناه أنه أي سقط أي انقطاع يقال عنه إرسال، وده فعل من المتقدمين. وخبر جنات المشيان حرام عن حرام بن سعيد بن محيصة بن محيصة أن نقى للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. الخلاصة أن المرسل عند مالك حجة حجة بذاته بشرطين اثنين: الشرط الأول هو عدالة المرسل وأن يكون ثقة، والشرط الثاني أن يكون محترزا ليس ممن يقال أنه يحدث عن إيش؟ عمن هب ودب، لا يقال أنه يحدث عمن هب ودب، فالمراسيل حجة عند الإمام مالك. طبعا هذه قبل أن ننتقل إلى الكلام على المتن لابد أن نأتي ببعض الأمثلة على ذلك. اختلف فيها العلماء فقهيا أنه مرسل، ويحتج به مالك أنه مرسل، وهذه أثرت في إيش؟ أثرت في الاختلاف الفقهي، لأنه العلماء الذين لا يأخذون بالمرسل لا يقولون بصحة التعاقد أو صحة البيع وغير ذلك من الأحاديث التي هي مرسلة، واحتج بها الإمام مالك على المسألة حتى نرى الثمرة الفقهية. هذا يكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ثم انتقال إلى المتن. لو في أي أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.